عسلامة. اليوم باش نعملو مع بعضنا خبز الملاوي، وكيفاش يجينا طري ونجمو نتحكمو فيه باش نحطو فيه الحشو. برشا برشا ناس طلبته مني وما همش متمكنين برشا من الخبز، وتجيهم يابسة وما ينجموش يحطوا فيها الحشو ويعادوا سخنها على المقلة. واني كنت من الناس هذية، كانت تجيني يابسة وتتقطع لي وتكسر لي حاشيلو. حتى لين واحد من العيلة اخدم في مطعم من المطاعم، وعرفت الاستيوس متاع الخبز والاستيوس متاع الشاورما كيفاش يفوحاها. والفرير كان شفته في اول فيديو يجي مقرمش كيما متاع السيرونات، والمايونيز زاد عرفت كيفاش يتعمل. اليوم باش نشارك معاكم كان الخبز، باش يكون فيديو كان للخبز باش تفهموه بالكدي، خاطر برشا فيديوهات يكونوا قصار شوية لكل حاجة ما تفهموهمش بالكدي، ويجيوني مساجات يستفسرو باهي الخبز باش ناخو كيلة فارينة، كيلة سميد أرطب، وكيلو سميد متوسط، وساشي خميرة خبز، وشوية ملح بالطبيعة، وشوية سكر، ونعجن بالماء الدافي. كما مانيش نستعمل الربو، باش نستعمل يديا، باش حتى الناس اللي ما عندهاش عجنات تعجن وتتشجع زيدا وجهة باهية، باش تقعدوا تعجنوها معايا باش تعرفوا قديش قعدت نخدم فيها. لاستيوس العجينة لازمها العجنين برشا برشا. ديجا شاركت معاكم الملاوي التونسية الأخرى المورقة اللي بالزيت، زادة لازمها برشا عجنين، باش نعجنها برشا ومن بعد نطيبوها.
بعد ما كعبرت هكاك وحضرتها باش نلقاها سهلة، فرشت الفرينة على الرخامة اللي باش نخدم عليها. للسوسة الثانية لازم العجينة تكون معبية معبية فرينة، وما نعملوهاش بالزيت، على خاطر الفرينة كي نحطها على الطاجين اللي باش نخدمه عليه هي تطيب وتتحرق شوية، والعجينة تقعد طرية جوست تطيب على السخانة. نخدمها برشا بالفرينة، يقعد يصب في الفرينة من الفوق ومن اللوطة، وفي الحلال العجينة زادة يحلها مرة الفوق مرة اللوطة، كان ريتوني كل مرة نقلبها على جنب. من بعد نطيبها على نار تكون قوية، دوبا نحطها على الطاجين دقيقة ونقلب الجهة الثانية، ولا حتى أقل من دقيقة تقعد بيضة ماهيش نية راي، على خاطرها مازالت سخونة تظهر لكم عجينة. نقرا حساب مقلي هي من بعد باش نحطه فيه الحشو، باش ترجع للمقلة ونرجع نطيبوها شوية. بالنسبة للحشو صورته فيديو، حبيت نصور لكم فيديو كامل. الله غالب الصغار لعبولي بالتليفون وفسخولي بقية الفيديوهات، جاوب ربي خلطت على شوية من الخبز الملاوي. بالنسبة للحشو عملت هريسة مشوية وهريسة حمراء، شوية مايونيز فريت ودجاج ولا اسكالوب اللي عندكم. اني عملت بشوية كبدة وشوية اسكالوب، فوحته بشوية تابل كليل زعتر شوية كمون شوية ملح وكركم وشوية ثوم. وبنحكي لكم مش على البنة، والله العظيم ما تقولش عليها مشرية، بنينة على الاخر وابن حتى من المشرية بطبيعة، معمولة في الدار وعلى ايدينا وعلى نظافتنا. بالنسبة للفريت قليته مرتين باش يجي مقرمش كما رأيتوه أول الفيديو، يعملوه في المطاعم ياخذ قلية خفيفة من اللول، من بعد يخرجوه يخليوه يبرد، ومن بعد تاخو قلية أخرى وتجي كيف ما هيك مقرمشة على الأخر. إن شاء الله مرة أخرى نعود لكم فيديو بالتفصيل لكل حاجة باش تولي ناجحين على الأخر في الملاوي. وتوا نقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله جربوها وقولوا لي نجحتوا فيها المرة هذه ولا لي. وتوا نقول لكم بسلامة.